اقابلك فيس تو فيس الين وتزورين الكويت باذن الله. إن شاء الله بإذن الله يا رب. عاد اللقاء بيكون قاسي. لا ما أتوقع إن شاء الله. لا توقعي شو ما توقع. انت متوقع اصلا. إيه تقريبا. نعم دائما يعني في اتهام حق الين ان لبسك غير مناسب ولا يتماشى مع العادات والتقاليد، وايد سامعه هالكلام الين صحيح؟ لا مو صحيح، أنا لبسي عادي يعتبر. في السابق يعني اول ما ظهرت الين ما واجهتي هذا النوع من التهم؟ انا اشوف لبسك أي عادي أحد بس انا قاعد يطلع في اقول لك. السوشيال ميديا يواجه تهم، أي شخص في الحياة يواجه تهم أول ما يطلع في السوشيال ميديا، بس أهم شيء إنه هو يكون يمثل نفسه، ايه يعني هذه أهم شيء. يعني ما راح يعني أبتعد عن هويتي أو عن الشيء اللي أنا أحبه عشان أحد. نعم يعني انت تنكرين او تشوفين ان انت ملابسك طبيعيه وما فيها اي شيء وتتماشى مع العادات والتقاليد الخليجيه والسعوديه. تتماشى معاي أنا، لكن خليني نقول إنه في ناس عندها نظرة إنه مثلا لو أنت تلبس تي شيرت تكون أوفر، لو أنت قصيت شعرك تكون أوفر، لو أنت طلعت من غير يعني لبس قصير بتكون أوفر، لو عادي لبست كامل بس طلعت السوشيال ميديا أوفر. فوجهات النظر من شخص لشخص تختلف، بس وجهة نظري عن نفسي أشوفها جدا عادية. نعم، اللي انت كم عمرك؟ 24 دخلت 25 العمر كله ان خلاص شاء يعني الله، كملت. العمر كله. ترى صدقيني على بالي 19، ترى عشان شي فجأة وانا قاعد اشوف شكلك على السكايب حسيتك صغيرة يعني، فعشان شي سألتك، مو اللي قافل صدق الموضوع. اي ما شاء الله عليك، ما يبين ان 24 او 25 مثل ما حضرتك يعني قلتي. الين انت مستقرة في الامارات صحيح؟ صحيح. لماذا؟ بين السعودية وبين الإمارات، السعودية عشان أهلي أحيانا أروح أرجع هم يجوني، بس بالإمارات عشان شغلي إم بي سي هنا، نعم البراند هنا، كل اللي أنا أشتغل معهم في دبي، فاضطريت إني أنا أنقل دبي. أول كنت يمكن سنة ونص وأنا بس رايحة جاية بالطيارة لين خلاص استقريت. نعم